ماجد هاني وقع قلبنا النهارده، لاعب بلدية المحلة وقع قلبنا بجد، فجأة كده وقع وجريوا قالوا مشكلة واغمى عليه، اللعيبة اتلمت، نزل الجهازين الطبيين للفرقتين. لقطة قدامنا هي زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشة، منظر مرعب والله. المناظر دي بقى فعلا بقت بتخلينا في كلنا فعلا اعصابنا تسيب. بص يعني هو واقف اهو مفيش اي حاجة، فجأة وقع. والمشكلة الاكبر انه اتقال ان هو بلع لسانه، بس يعني دايما لما بنسمع ان البلع لسانه بتبقى من خبطه، هو ما فيش اي حاجه، ده هو فجاه وقع. ف المهم ماجد هاني اتاخد على عربيه الاسعاف جري وطاروا بيه على المستشفى. انا معايا من المستشفى دلوقتي الاستاذ او المهندس مصطفى الشامي، رئيس مجلس اداره نادي بلديه المحله. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ محمد، زي حضرتك وتحياتي. ربنا يخليك. طمني الاول على ماجد. والله الحمد لله، هو دلوقتي يعني امور احسن شويه، وهو في العنايه المركزه، والحقيقه الناس في مستشفى الجونه وقاموا كل اللازم يعني. في فاق يا استاذ مصطفى؟ فاق شافكوا بصلكوا كده ولا لسه برضه؟ فاق وكلمنا معاه، ولكن هم يعني مانعين الزياره طبعا طبعا، لحد بس ما يعرفوا ايه الاسباب، ان هو كان في حاله غياب كامل عن الوعي. هو اللي حصل فعلا بلع لسانه؟ لا لا، هو ما بلعش لسانه، حصل له اغماء وغياب كامل عن الوعي في الملعب، وما فاقش غير في الاسعاف يعني. لكن الحمد لله هو حالته مستقره. يا حضرتك في المستشفى دلوقتي ومطمئن عليه؟ انا بعد الماتش رحت المستشفى ومعاه، وان شاء الله مش يعني ما همشي معاه بكره باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله سلامته، الف الف سلامه عليه، ربنا يطمنكم ان شاء الله. وعايز اقول لك هارد لك، معلش اللي حصل السنه دي هارد لك، كنتوا ماشيين كويس قوي، لكن مش وقته، هنتكلم مع بعض اكيد في وقت افضل واحسن ونتكلم على البلديه. لكن اهم حاجه احنا اطمني على ماجد هاني من حضرتك في المستشفى، وباذن الله هتاخده معاك بكره وانتوا ماشيين باذن الله ان شاء الله. اشكرك استاذ مصطفى الشامي، رئيس مجلس اداره نادي بلديه المحله. زي ما قلت لحضراتكم الصوره على الشاشه كانت صعبه جدا، فجاه كده بتلاقيه مفيش يعني، بنسترها.